الدكتور بيقول إن في شبهة جنائية، لكن مش هنقدر نتأكد إلا بعد التشريح. غدا اتقتلت يا حسين. لا السم ورا الكنبة. إيه رأيك في الكلام ده أحسن بيه؟ معرفش يا فندم. تفتكر مين ممكن يكون له مصلحة قتلها؟ ما عنديش إجابة سيادتك. استنى بقى عندي. هي. هي مفيش غيرها. ما تنطق. أنت أقول إيه؟ تقول إن النصابة بتاعتك اللي أنت هربتها هي اللي عملت في أختي كده. إيه الكلام ده يا باشمهندس؟ ما هربتهاش، ما هربتهاش سيادتك.